ما حققه المنتخب المغربي كان مجرد طموح فقط قبل أيام قليلة، إلا أن أسود الأطلس رفعوا سقف الطموح للوطن العربي بالكامل وحولوا طموحنا من تحقيق الإنجاز التاريخي للتتويج بلقب للتاريخ. هل انتهت رحلة المغرب عند هذا الحد؟ أم أن أسود الأطلس لديهم ما يقدمه من مفاجآت في المواجهة المقبلة أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم؟ هذا ما تحدث عنه حكيم زياش نجم المنتخب المغربي والحصان الأسود في المونديال. ما وصل إليه المنتخب المغربي حتى الآن في المونديال هي سطور جديدة تكتب في صفحات التاريخ، فما قدمه أسود الأطلس منذ اللحظات الأولى في المونديال شيء لا يصدق. الجميع كان يعلم أن المنتخب المغربي دخل البطولة بأفضل مجموعة من اللاعبين بالمقارنة بالمنتخبات العربية الأخرى، إلا أن الوصول إلى هذه الإنجازات التاريخية لم يكن في الحسبان. صعود من دور المجموعات في صدارة مجموعة لم تكن بالسهلة مطلقا، إذ كانت تضم المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا والمنتخب الكرواتي وصيف النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم ومنتخب شاب طموح هو المنتخب الكندي. بعد التعادل مع كرواتيا في الجولة الأولى من مجموعات المونديال، بدأنا في حساب النقاط التي يحتاجها المغرب للصعود إلى الدور التالي، وتحدثنا بما يتحدث به المنطق عن التعادل مع بلجيكا في أفضل الأحوال، ثم عدد الأهداف التي يحتاجها الأسود في مباراة كندا للوصول إلى ثمن النهائي. المنتخب المغربي حضر لنا مفاجأة أولى في البطولة بالفوز على المنتخب البلجيكي بمنتهى السهولة قبل أن يتفوق على المنتخب الكندي في الجولة الأخيرة من المجموعات ويعبر إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة دون هزيمة ومستقبلا هدفا واحدا سجل عن طريق مدافع المغرب بالخطأ. بغض النظر عما إذا كانت صدفة أو مؤامرة، فإن المغاربة اصطدموا في ثمن النهائي بالمنتخب الإسباني، ولكن ما قدموه في المجموعات جعلنا نأمل في عبورهم وهو ما تحقق بالفعل. مباراة دفاعية من طراز رفيع، وكأن إيطاليا لم تغب عن المونديال، وأداء رائع على مدار 120 دقيقة قبل أن تكون الكلمة العليا للمغاربة في ركلات الترجيح يطيح بالعملاق الإسباني. أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصعد إلى ربع نهائي كأس العالم، كما أنه رابع منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور، وأصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. ولكن حكيم زياش نجم المنتخب المغربي أكد أن هذا ليس كافيا، وأن ما يملكه المنتخب المغربي في جعبته لم ينتهي عند هذا الحد، مؤكدا أنهم سيقدمون المزيد أمام البرتغال. زياش قال إن قلة من الناس كانت تتوقع أن يحققوا هذا الإنجاز، لكنهم عملوا بجد للوصول إلى هذه المرحلة. كان من الممكن أن يحسموا مباراة إسبانيا قبل ركلات الترجيح. أضاف نجم تشيلسي الإنجليزي أنهم امتلكوا فرصة جيدة قبل نهاية المباراة، وما قدموه أمام إسبانيا ليس آخر ما لديهم، وأن العالم لم يرى كل شيء لدى نجوم المنتخب المغربي حتى الآن، واعدا الجميع بأداء مختلف وأقوى أمام البرتغال.